هيدا من الفساتين اللي بحبها كتير. نقيت له هيدا اللون القماش. خليه ينفذوا هيك. حلو نو؟ اوكي. شو؟ خلصنا شغل؟ صار فينا نكمل موضوعنا؟ موضوع شو؟ متأكدة من قراري حبيبة؟ وحاسة إنه هيك صح؟ سليم بليز جيبي لي علبة الدخان. لو ماني متأكدة منه ما باخده. بتعرفيني ما باخذ قرار إذا ماني متأكدة منه. بتحبيه؟ لا بحبه ولا بحب غيره. ما عندي حدا بحياتي. سو ليش لا؟ وعلى فكرة ده منه استغلال. هذا تفكير منطقي. وهو بيعرف هالشي كتير منيح. اوكي. نبقى بحكيك بمرق لعندك. كيفك ناصر؟ تمام كريم. ليه؟ هو قال لي ليه؟ ليه هتتجوزي مجدي يا حبيبة؟ بحب بموت فيه. انت هتستعبطي ولا ايه؟ من امتى؟ ناصر انا مودي حلو مش هبوظه بخناقة معاك. جوازي من اي حد حاجة ما تخصكش. بس انا بحبك. هو انت كده دلوقتي اللي بتستعبط يا طيار؟ ما انا كنت قدامك. عمرك ما قلت لي تعالي نتجوز او بلاش تعالي حتى نتخطب. كناش بنتقابل غير في السر زي غيري. حمار مين بس اللي فهمك ان الحب اخرته الجواز؟ الحب حاجه والجواز حاجه. ده بالنسبه لك، انما بالنسبه لنا الموضوع مختلف. ايه؟ جواز بالهرفه مثلا؟ هبوظك الموضوع يا حبيبه. مش هتقدر. لا انت ولا عشره زيك. بيحبني. بيموت فيا. هقول له على حاجات ما يعرفهاش. وتقول لي انت ليه؟ واقول لنا. مجدي جوزي حبيبي. خلاص يا حبيبي خلاص. طب يلا نتجوز دلوقتي حالا. يومين وتطلقني. انا غلطان اني ساعدتك وسبتك تفتحي الاتيليه. طيب يا عم الغلطان سيبك انا واروح. اصل عندي مشاوير كتير. عروسه بقى وانت عارف. هبقى مبسوطه قوي لو شفتك في الفرح.